من جانب المنتخب الغاني. هذه كرة عطية، فرصة فرصة فرصة، الهدف أخيرا، الهدف يأتي أخيرا لأندري أيو، أخيرا بعد طول انتظار وبعد معاناة كبيرة يتمكن قائد المنتخب الغاني من افتتاح باب التهديف. أندري أيو بالفعل يسجل الهدف الأول في هذه المباراة. شوف الإعادة، بابا يحضر العرضية، خطأ دفاعي فادح، أندري أيو خدا راحته تماما قبل أن يسدد هذه الكرة. شوف الإعادة للسلام بهدوء والتسديد بالقدم اليسرى، صعب على حارس المرمى جون ويسكافين. شوف هنا طريقة وضع الكرة كانت مميزة، طريقة وضع الكرة كانت مميزة، هنا بعيدة عن متناول جون ويسكافين. 1-0 تتغير النتيجة بعد طول انتظار. المنتخب الغاني تأخرت بشكل هادئ الآن، غانا تدبر المباراة بشكل هادئ. هذه كرة أشيبون يرفع، أشيبون غسلان يلعب، جول جول، أتسو 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 يمنح الثاني للمنتخب الغاني بالفعل. أتسو لاعب مرقة، أتسو يدون 10 أهدافه بقميص المنتخب الغاني في الحضور 45 مع البلاك ستارز. يسلم على المراوغة، يسلم على التوغل، حتى بشكل ممتاز، تمركز أكثر من جيد لأتسو. لو تلاحظون لا في كرة الهدف الأول ولا في كرة الهدف الثاني من حضره هو لاعب بابا. بابا أعطى كرة الهدف الأول لأندري، بابا يعطي كرة الهدف الثاني لأتسو. شوف المراوغة، شوف المراوغة، شوف التحضير، شوف الأسيست. أتسو تمركز ممتاز، بلمسة يحطها في الشباك. 2-0 غانا، هنا تنتفض في الدقائق الأخيرة. سلبا وبدون أهداف المنتخب الموزمبيق. هذه فرصة الثالث، الثالث الثالث، هو هو الثالث، لا ضاع الهدف الثالث يا أتسو، ضاع الهدف الثالث يا أتسو. كان قريب جدا من معاودة الكرة وتسجيل الهدف الشخصي الثاني له في هذه المباراة، هذه الإعادة مجددا للكرة الماضية. أتسو بالقدم اليسرى لكن جاورت القائم الأيسر لحارس المرمى جون ويسا.